عندما يتحول سكون الحارات شو هذا مراد بيك؟ قصة هاللصوص ما عم تقدر تمسكون؟ إلى ميدان يعبث فيه الدخلاء ويعزف على جراحات الضعفاء بحثا عن المناصب والأهواء. أنا ما بيكون اسمي مراد وهي شواربي، كل شي بده يرجع لمحله ولا بتعرفني شو بسوي. عندما تتحول الثقة إلى غدر وخيانة يكون الصراع. أخوه لفتحي بيك ما بيكفي إنه عم يشتغل أميمي، لا وتجوز خدامك كمان. ويفترس الجشع حقوق البسطاء. يا عمي حامي يا حرمي. فتبقى الحارة تنزف دموعا تعاني الآلام والشقاء. يومين وتنصب المشانق. الأميمي في الأوقات التالية.